يا مرحبا يا هلا مليون ترحيبة، ترحيبة الود والتقدير والطيبة، أنتم ضيوف الحفل وأنتم معازيبة. يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 لا، عشوا بني عبس والرايا السعودية، والله ودي أسميكم بسميكم. يا مرحبا وقلطوا والله يحييكم، حنا انتشر عبد الله بن محمد ال سعود. اي نعم طال عمرك ونعم فيك وفيه حداد، طال عمرك يهد بالجزائر وبتونس والمغرب. ما شاء الله تبارك الله. نعم. عاد ان شاء الله وقت المقناص قرب. اي والله قرب، هاليومين انا صايدن في حباره. ما شاء الله. أيوة تبارك الله. والله والله لا بالجو حول فيها من فضل. ما شاء الله تبارك. هذا طير وحش والحمد لله حد والله حد مبطي عندك. لا والله وحش مدل هنا السنة هذه طبعا. ما شاء الله تبارك. اي والله وحش وهدد طيب هدينا وصاد بالتعلوم وهدينا على كراويل و... ما شاء الله. والله حلو ولو انه صغير بجسمه لكن طير طيب. ما شاء الله تبارك الله. اي والله يلا كتحيي. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله هالمجلس المبارك. الله يطول عمرك، تبارك يومكم وصلتوهم وشاهدتونا وواجهتونا، حلت البركة. الله يبارك فيك. زيارتكم بركة. تعال ابو عبد الله تعال عندي. مرين وماشيين و... الله اي والله برك الساعات، والله برك الساعات اللي الله يبارك فيك. شرفتونا بحضوركم. الله يسلمك ويبارك فيك. والله لنا الشرف نعتز فيكم. اي والله الله يبارك. شو حالك؟ عساك طيب؟ مساك الله بالخير. يا مرحبا الله يحفظك. نتعرف عليك طول العمر. معك بشير بن محمد بن جوهر. ونعم ستين نعم. أنت رجال شاعر وصقار وراعي مقانيس وهبة ريح. والله أما الشعر والله ماني شاعر صراحة، أما صقار صقر. طيب أكيد أنك تحفظ قصيد في الصقارة وفي المقانيس. والله اعذرني من القصيد كليا لأني ماني لا راوي بالقصيد ولا شاعر. فالمقناص طبعا القناص فيه صفة طيبة، ومن أول صفاته إنه دائما يقول إن شاء الله شوي يرزق لله، إن شاء الله شوي متوكل يعني على الله. إيه عنده توكل شوي. والقناص دائما لون حالته شطيطة شوي ببسوط مرتاح لها الطائرة خلاص، ولا أمرح لله في دون خلا وشب الضو وتجمع والنشامة عنده شروها لوجيه شراك الطيب. هذا هو منات القناص ورع الولع. شايف أنا الحين في مدخل البيت، أول ما دخلت في الحوش فيه صقور. نعم. اثنين. نعم. تكلمنا عنها. هذا طال عمرك الطير اللي هو أول لا تدخل على يدك اليمين فهو هذا حر، ومن طيور الأمير عبد الله بن محمد آل سعود. فالطير الثاني فهو طير وحش مطروح السنة هذه. أي. أما الطير الأول فهو طير هداد وطلع ولحاق وذباح. ما شاء الله مجرب قناصة بو. هد بالجزائر وهد بتونس وهد بالمغرب. ما شاء الله تبارك. نعم. ويطرح صيد طيب. الله الله. ما شاء الله تبارك. والله يذبح وطير راكد. الله يطرح لك البركة فيها كلها. الله يحفظك. وفي العيال النشامة اللي ما شاء الله. الله يحفظك. قايمين على خدمة ضيوفك وعلى خدمة الرجال. الله يحفظك. ونشكرك على اللقاء القصير هذا، شكرا لك طول العمر. شكرا الله يحفظك. شكرا. الشاعر وليد بن جاسم. وليد بن جاسم. وليد بن بشير بن جاسم. ونعم ونعم ست النعم. يقول واحد يسأل بيتين يقول ما هي له بس إنها مشهورة، اللي يقول صحيح بعض السوالف ما لها داعي يا ليت من قال له كلمة يثمنها. صحيح بعض السوالف ما لها داعي يا ليت من قال له كلمة يثمنها، تدري وش أسباب ضيقي وأغلب وجاعي وجيه ما تستحي ونستحي منها. أرسلت له أنا بقصيدة أقول
الصاحب اللي عن الزلات دارايته وقرنته بدم قلبي وشراييني وبنيت بين الحنايا والحشاباته وسقاته من القراح العذب بيديني باع الصداقه وفرح بمعاديته من شان خاطر عيون الماداني نسى جميل بلا منات مداته ونسى مواقيفي اللي تقضي الديني ونسى يوم اني على العربان بديته وخليته اقرب من اخواني من دنيخي وقريبيني. الله اكبر شيء فيه سواته وغنيت في صحبته مسحوب وحجيني. الله اكبر شيء فيه سواته وغنيت في صحبته مسحوب وهجيني. واليوم مرتني الايام تاليته ورتني الغطرسه والمذهب الشيني وخلاني اصد عن دربه لمريته ما كني اعرفه ولكنه يعنيني وحتى السلام اكرهه لمن تعديته ما عاد غير المفارق بينه وبيني. نصحت عن صحبته لكن موحيته اقول انا اعرف صحيبي من معاديني. نصحت عن صحبته لكن موحيته اقول انا اعرف صحيبي من معاديني. يا ليت يوم انها اخطا معتذر لا تهلك له عينها الرخمه يحاكيني ترى الرديل ويخاويني ما خويته الدرس عن صحبتك النذل يكفيني ما هو بلل لتحايا الكشف خافيته هذه طويله علي مناك يا عيني اذلف وانا ولد عود مشتهر صيته بين النشام رفيقي يفتخر فيني خيبت حقه وظن فيك ظنيته نشد انك بعدها طحت مني. صح لسانك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وقنصنا مع زايد النهيان الله يرحمه وقنصنا مع محمد الراشد المكتوب ما شاء الله تبارك الله. لا باين عليك ما شاء الله متمرس و الله يحفظك. شخصية الصقار معروفة شكل الله يحفظك. والله شوف الصقارة ولع الصقار الصقار صقر بنفسه هو اصلا الصقارة لها سبحان الله العظيم ميزة يحب طيره كانه يحب ولده اكيد ويماريبه ويحترس عليه زي ما يحترس على ولده. ما شاء الله تبارك الله موفق خير ان شاء الله. الله يحفظك يا رب. الله يحفظك. ما يحتاج 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 ما يحتاج